أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن 107 من المواطنين الروس غادروا قطاع غزة رفقة عائلاتهم عبر معبر رفح. وأوضحت الطوارئ الروسية في بيان أن معبر رفح استمر في العمل أمس حتى بعد انتهاء الدوام المحدد له، مما سمح لفريق العمل التابع للطوارئ الروسية بإجلاء مجموعة إضافية من الأشخاص إلى الجانب المصري من الحدود، مضيفا أن هؤلاء المواطنين الروس يسافرون حاليا في قافلة من الحافلات إلى القاهرة على أن يتم نقلهم إلى موسكو لاحقاً.